بالنسبة لتقرير الشواطئ السنة 2021، بالنسبة للنتائج هناك 87% من الشواطئ يعني صالحة للاستجمام، يعني نفس النتيجة ديال السنة الماضية، وهناك تقريبا 13% من الشواطئ غير صالحة للاستجمام. اللي لاحظنا في هذه السنة هو أنه بالنسبة للشواطئ الصالحة للاستجمام، لاحظنا أن هناك ارتفاع في عدد الشواطئ الممتازة، وهذا الارتفاع في عدد الشواطئ الممتازة ممكن تفسيره بأنه يعني هذه السنة الأنشطة يعني على الصعيد يعني الشواطئ كانت يعني قليلة، نظرا اللي كتعرفوا الظروف الاستثنائية اللي كتعيش بلادنا من خلال أزمة كوفيد. إذا كنا كنعرفوا بلي أن يعني الضغط اللي كيشكلوا يعني المصطافين على الشواطئ هو اللي كيؤدي يعني في بعض الأحيان إلى تدهور جودة الشواطئ، وهذا ما يفسر من جهة يعني تحسن جودة الشواطئ الممتازة. هناك أيضا بطبيعة الحال هناك المجهودات المبذولة من طرف يعني المتدخلين على الصعيد الترابي، من جماعات ترابية، من مؤسسات عمومية، من أجل يعني تحسين التجهيزات الأساسية ووضع الإجراءات للحد من التلوث، يعني هذا هو ما يفسر يعني ارتفاع نسبة يعني المحطات الممتازة. بالنسبة للإجراءات، الوزارة يعني كتشتغل منذ سنوات من خلال مجموعة من البرامج يعني لتحسين للتأهيل البيئي ولتحسين يعني جودة الشواطئ بصفة عامة. هناك البرنامج الوطني لتدبير النفايات الصلبة اللي مكن يعني حاليا يعني من يعني رفع نسبة يعني معالجة النفايات إلى 63% مقارنة مع 8% يعني في 2008. هناك أيضا البرنامج الوطني لتطهير السائل اللي وصلت نسبة معالجة المياه العادمة 56%. هناك أيضا مجموعة من البرامج يعني واللي كتساهم يعني في المحافظة على الشواطئ، يعني تم أيضا اعتماد المخطط الوطني للساحل، هو مخطط هام يعني في اطار اللجنه الوطنيه للساحل في اطار تفعيل قانون الساحل، واللي كيهدف الى يعني المحافظه وتثمين يعني الشواطئ بصفه عامه. هناك ايضا اجراءات على الجانب القانوني، قانون الساحل، قانون يعني التقييم البيئي، مجموعه من القوانين والترسانه القانونيه اللي كتساعد انها يعني تساعد يعني على المحافظه على الشواطئ. ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب وتفعلوا الجرس باش يوصلكم الجديد. ايام 24 عيونكم التي لا تنام.